طيب الجارديان البريطانية قالت انه في دراسة مهمة ليها وجدت ان الاشخاص اللي بيتعافوا من كوفيد 19 يعني مناعتهم ربما يكون فيها بعض المشاكل. دكتور احمد جعفر استاذ المناعة بمركز القومي للبحوث، مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير يا فندم. دكتور احمد، يعني انا الحقيقة ما بحبش يعني اقرا هذه الاخبار السلبية ان هو في موجة تانية وان الموجة التانية قد تكون اشرس وانه اللي تعافوا ممكن يرجعوا يتصابوا وان البلازما بتاعتهم ما لهاش لازمة، ومش عارف تقييم حضرتك ايه للاخبار اللي من هذا النوع. لا والله يعني هي اولا بالنسبة للجهاز المناعي، مثلا الجهاز المناعي ده هو الجيش الدفاع عكسه. تمام. وبيتعرف على الجسم الغريب من الجسم الغريب ده، اي ماده غريبه بتدخل الجسم. أيوة. ويقدر يفرق بينها وبين الخلايا بتاعته او الحاجات اللي في الجسم. تمام. طيب الكوفيد 19 ده كمرض جه من فيروس الكورونا. ايوه. فيروس الكورونا دلوقتي معروف التركيب بتاعه النت والجدا تقدر تقرا كل حاجه. هو ما فيش فيريانت، يعني ما فيش فيه اختلافات. يبقى اذا الجهاز المناعي لما يتعرف عليه سواء من الخلايا الاسئله او يا ريت يا دكتور بس لو تتكرم علينا تتحرك خطوتين ناحيه الشبكه لان الصوت بدا يبقى الكلام مش مفهوم. طيب ماشي. كده احسن. هو انت انا سامع صدى عالي عن في صدى. اتفضل حضرتك. طب كمل بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي بقول لك هو كفيروس هو تركيبه معروف، الجسم بيتعرف عليه فبيخلي قوات الدفاع بتاعه. ايوه يا فندم احنا سمعنا الجزء ده، بقول لحضرتك اتفضل كمل. الخلايا الاولى بتشوفه، الخلايا الليمفاويه تي والخلايا الليمفاويه تي اللي هي المسؤوله على انتاج الاجسام المناعيه، لان الفيروس ده خلايا تي هي اللي بتشتغل على الليمفاويه تي، بعد كده بتوجه للخلايا الليمفاويه بي تنتج الاجسام المناعيه بتاعه. طبعا هي الملكيول والاستراكشر بتاعه ده معروف خلاص، يبقى الجسم بيتعرف عليه فهيطلع اجسام مناعيه مضاده ليه. ايوه يا فندم ماشي، الفكره دي مفهومه، لكن هو السؤال ده هيأثر على محاولات انتاج اللقاح ازاي؟ طالما بس خلي بالك اللقاح حاجه والجسم يتفاعل معاه بطريقه ثانيه. تمام. ده اللي هو اللايف فيروس اللي هو بيدخل الجسم، الجسم بيتعرف عليه على انه جسم غريب. تمام. ويكون ضده اجسام مناعيه. تمام. هذه الاجسام المناعيه طالما هو ميكروب واحد والسيمه واحده او السيمه بتاعته واحده والاستراكشر بتاعه واحد، يبقى هيطلع اجسام مناعيه ومعرفه للخلايا الليمفاويه فيه مشابهه لهذا الفيروس. تمام. اتغير ما اتغيرش هو الجسم عارفه. طب الحمد لله. من عظمه ربنا ان الجسم يشتغل ليل ونهار. تمام. فتكون انتي انتي، يعني يبدا يتعرف وياخد حته 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 حته. لما اذا ده اي مركب مشابه لهذا المركب الجسم يشتغل معاه على انه هو الجسم الكبير كله. تمام. هايل بشكرك. انا عند الجهاز المناعي بتاعي خلاص اتعرف على الايجنت ده خلاص، يبقى مش هيرجع له التاني. الوكيل ده. تمام. واذا تعامل مع جاله العدوى تاني هيطلع اجسام مناعيه اعلى. اعلى. الخلايا بتشتغل بكفاءه اعلى. تمام يا فندم بشكر حضرتك جدا. كل اللي انت شايفه في الجورنال او في ده وده ده بنسميه سبيكيوليشن، واحد قاعد يتخيل يقول هيحصل ويحصل ويحصل. ايوه. انما مع الجسم نفسه مالناش دعوه، الجسم بيشتغل بطريقه وانت تخيل زي ما انت عايز. تمام يا فندم. ان انا هيطلع ويب ثانيه هتموت الناس اكتر، ده يعمل كذا يعمل كذا، ده كلام الاحلام. صدقني ده كان وجهه نظري برضو. بشكرك جدا دكتور احمد جعفر استاذ المناعه بمركز القومي للبحوث اللي اكد انه احنا هذا النوع من الاخبار بيخوف الناس. انا ما كنتش عايز الخبر ده اصلا، بس بما ان لقيت عليه مداخله قلت ايه نشوف وجهه نظر الطب، والحمد لله طلع انه زي فكرتنا انه الله اعظم ومن اي محاوله لهدم حياه